مشاهدينا مشاهدي مصر التعليمية في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقة جديدة من تبسيط العلوم. النهاردة بنتكلم عن التفكير وإدارة العقل. معانا مع حضراتكم للحديث حول هذا الموضوع دكتورة هند هشام، لايف كوتش ومدرب تنمية ذاتية. برحب بك اهلا دكتورة هند بك يا وسعيدة انك اهلا معانا بك. النهاردة، وبنتكلم عن التفكير وإدارة العقل. اوكي، في ناس كده هتقف وتقول يعني ايه إدارة العقل؟ احنا نفهم انه في إدارة مؤسسات، في إدارة بنوك، في إدارة شركات، لكن فكرة إدارة العقل، هل العقل إدارة وهي احنا أسسها ولا إيه كلنا، بالظبط؟ بصي، كلنا مهتم بايه؟ اداره البيت، أيوه اداره المؤسسه، بالظبط اداره كده المدرسه، صح، اداره الشركه. بس انت وبتخافي ناسي لما تسمعي كلمة اهم، إدارة. بالظبط، بس انت ناسي اهم حاجه كلها في الكون، اللي هي اداره عقلك. عقلك بالظبط، انا يمكن انا بشبهه ان عقلك ده زي بالظبط زي البنك اللي مليان ثروات، بس انت مش عارف تديره. حلو قوي دكتوره، البدايه دي من حضرتك موفقه جدا، بنشكرك عليها، انه ان المكان هنا طالما في اداره هو حاجه كبيره بالظبط، مليانه ثروات لازم تلاقي اللي ينظمها. دي ما حقيقة. بنلاقيش في مؤسسه اداره الا ما يكون مؤسسه كبيره، ما بالظبط، بنلاقيش في بنك اداره الا ما يكون البنك كبير وفي مشكلات وفي صح، حاجات كتيره جدا. بالظبط العقل كده، ده العقل ده من اهم الحاجات، لازم يبقى ليها اداره، لازم نعرف ازاي ندير عقلنا. حلو قوي، تخيلي انت دلوقتي عندك بنك او عندك مؤسسه كبيره جدا وشركات ناجحه جدا، من دون ذكر اسماء، في شركات ناجحه كبيره جدا في مصر، لو دخلتي هتلاقي عندهم الاداره ماشيه بسيستم مختلف تماما، ماشيه بسيستم ناجح جدا، عارف كل خطوه بيمشيها ازاي. احنا لا، احنا بننسى اهم حاجه عندنا اللي هو عقلنا. عقلك ده الثروه الفظيعه اللي انت بتمتلكها، بس انت مش عارف تديره. عايز اقول لك ان الناس اللي بتدير عليها هي ناس بس اللي بتنجح. يعني انت لو رحتي شفتي اي حد ناجح وعملتي معاه انترفيو او استضفتينا، هتلاقي نفسه لا، هو بيتعامل مع عقله بطريقه مختلفه تماما، غير الشخص العادي، غير الشخص اللي مقضي حياته كلها انترنت وفيسبوك والكلام ده كله. فإدارة عقلك دي من الحاجات المهمة جدا، وده ينقلنا إن في حاجة اسمها الواعي وعقل اللاواعي. العقل الواعي واللاواعي هم دول اللي بأثروا على حياتنا، هم دول القسمين الموجودين. يعني لو قلنا كده أنا عقلي شبهته بالبنك، أوكي؟ فأنت عقلك الواعي، الواعي اللي هو عارفة أنت الحارس اللي واقف على البنك، هو ده عقلك الواعي. هو وعقلك في نوعين من العقل يا دكتور، بصي، اللي هما هو يمكن مش نوعين، هو يمكن نشاطين. يعني العقل نشطين للعقل، دي اللي هما حقيقة فعلا، في نشاط العقل الواعي والعقل اللاواعي. نشاط العقل الواعي اللاواعي، فهو ممكن نقول العقل الواعي، اوكي، اللي هو ايه العقل الواعي دكتور؟ العقل الواعي ده بالظبط. يمكن انا هندي مثال عشان يبقى احنا بنتكلم في تبسيط العلوم، فعشان ايوه، الناس تقول لك يعني ايه احنا واعي بنبسط ونواعي، للناس هنبسط عشان الناس تفهم يعني ايه واعي المفهوم ونواعي. الكبير قوي ده اللي اسمه فبالظبط ادارة العقل عقلك، بشكل بسيط. اوكي، عقلك كده عامل زي بالظبط البنك. وانت داخل البنك اول حاجه بتعملها ايه؟ بتتفتش على الباب، بيبقى فيه بالظبط كده، جهاز انذار بتعدي من جواه، بعد كده تدخل البنك جوه. الفكره كلها ان عقلك اللاواعي هو جهاز الانذار، العقل الواعي هو جهاز الانذار. يعني ايه جهاز الانذار؟ يعني هو العقل اللي بيفكر. العقل بقى اللاواعي اللي بيأثر على كل حياتنا هو البنك. خلينا ناخد حاجه حاجه. العقل الواعي هو العقل اللي بيفكر المنطقي المحلل، اللي بيقول لك ده صح وده غلط، بيقول لك نعمل ده وما نعملش ده. اوكي، ده العقل الواعي. هو بالظبط دوره، لو انا قلت لك مثلا دلوقتي في فيل داخل علينا، اوكي، فانت منطقيا هتقولي لا، احنا هنا في الاستوديو استحاله يكون في فيل، صح؟ انت كده بتفكري بالعقل الواعي اللي هو العقل اللي بيفكر. طيب ندخل بقى على الحاجه المهوله اللي هو العقل اللاواعي، اللي هو البنك اللي مليان ثروات. البنك اللي مليان ثروات ده لو عرفنا ازاي نديره صح، هنبقى من اغنى الناس واغنى الشعوب. يمكن عايزه اقول لك على حاجه، يمكن في الغرب شويه هم عندهم فكره الواعي واللاواعي وازاي تفكر في عقلك وازاي تدير عقلك، ويمكن يربوا ولادهم من صغرهم على كده. هتلاقي في المدارس هناك بيديهم زي مواد ان انت عقلك ازاي بيفكر، ازاي تفكر جوه عقلك، ازاي بتحط البرمجه جوه عقلك، ازاي عقلك بيمشي، ازاي عقلك بيستوعب قد ايه. فهي دي الفكره كلها. عقلك اللاواعي بقى هو زي ما احنا بنقول البنك، البنك اللي جوه ده مليان ثروات. لو شبهناها بتشبيه بسيط، العقل الواعي هو الفلاح اللي بيلمي البذره، العقل اللاواعي هو التربه اللي بيطلع منها البذره، الله بمنتهى عليك يا البساطه. دكتور، حلو قوي، يا ريت الناس تبقى متابعه مع حاجه كده شبيه، اوكي، انه العقل الواعي هو الفلاح اللي بيرمي البذره، بالظبط، واللاواعي هو التربه اللي بتطلع البذر، اللي بيطلع البذره. وده مهم جدا. يعني انا بقول لاي كل واحد، ادخل بس على الانترنت، على جوجل، ادخل على جوجل واكتب العقل اللاواعي، ايه بيعمل ايه العقل اللاواعي، مواصفاته ايه العقل اللاواعي، ازاي بيشتغل. انت لو بس مجرد ان انت عرفت عقلك اللاواعي ده بيفكر ازاي وبيشتغل ازاي، هتعرف تدير حياتك، هتعرف تدير عقلك صح. عايز اقول لك ان تاثير العقل اللاواعي اللي هو البنك ده على حياتنا 99.9% مع تاثيره على حياتنا.
يعني انا ابسط حاجه خالص بمنتهى البساطه، نعال اللاوعي ده ما بيفهمش النفي، يعني كتير كذا مره تقولي لنفسك انا مش هتاخر النهارده، ايه اللي بيحصل؟ بتتاخري جدا كتير. اقولي مثلا تقولي لنفسك انا مثلا مش هاكل كتير النهارده، ايه اللي بيحصل؟ باكل، ده اليوم مش الوحيد هصرف. اللي كان فيه كتير جدا. صح، مش هصرف كتير. ليه؟ لان عقل اللاوعي اللي هو جوه دي بقى بصرف. بالذات يا دكتورة كل الناس هتبقى مركزة معاكي ايوه مش وتقول هصرف انا كتير، خلاص الشهر ده بقى هظبط الصرف وهظبط الدنيا، يبقى اكتر شهر دمرتي فيه دي نفسك. حقيقة فعلا. ليه؟ لأن انت ما عرفتيش تعملي مع عقلك بطريقته. عقلك بيحب الصور، عقلك بيحب يتكلم بشكل ايجابي. لما تيجي تعملي حاجة ما تقوليش انا مش هعمل كذا، لا قولي انا هعمل كذا، قولي اللي انت عايزاه. كلامك بقى ده مهم قوي دكتورة، لا ده نقف عليه جدا، اللي هو فكرة انه لما احب ادي اوردر او حاجة امر معين للعقل بديهوله بشكل الصيغة اللي ايجابي انا عايزاها المحددة، لان النفي بالظبط، العقل ما ما بيفهموش. بيفهموش. يعني خلينا ندخل شويه جوه العقل اللاواعي جوه البنك ده ونشوفه بيعمل ايه. العقل اللاواعي ده لو اتكلمنا عليه، العقل اللاواعي ده بيستقبل 2 مليون معلومه في الثانيه. صحيح. تخيلي يعني انا دلوقتي قاعده معاكي بتكلم بالوعي، حلو، بنتكلم بتكلم كده بالوعي، لكن عقلي اللاواعي دلوقتي بيسجل ايه؟ بيسجل لو في اي صوت بره، بيسجل كل حاجه موجوده في الاستوديو، بيسجل كل تفصيله، كل صوت صغير، كل حاجه صغيره، ده عقلي اللاواعي بيعمله. اوكي، فاحنا عارفه انت جبل الجليد من فوق بيبقى حته صغيره قوي، من تحت بيبقى حته كبيره جدا. صحيح. احنا بنشبه ده كده بالظبط، اللي فوق ده الواعي واللي تحت اللاواعي. فناخد حاجه يعني حاجه، نقدر نقول يا دكتور انه حياتنا الى حد كبير جدا مرتبطه الجزء بعقلك اللاواعي، الكبير منها مرتبط باللاواعي. دي حقيقه. دي بقى سؤال بس مهم جدا، ان احنا لازم قوليلي. كده نشتغل على اللاواعي طبعا ما هو ده اللي طالما انا دي بقوله، حياتنا. ما احنا لو اتكلمنا كلام على بقى مهم جدا. اداره العقل، يعني انت ازاي تعرف عقلك اللاواعي بيفكر وازاي تمشي معاه صح. حلو لو قوي. عرفت عقلك اللاواعي ازاي بيفكر وقوانينه ازاي، يعني لو عرفتي مثلا ان عقلك اللاواعي ابسط حاجه عنده مبادئ. يعني ايه عنده مبادئ؟ بيمشي وفق لها. يعني انت لو عندك ابن صغير بدات تقولي له انت فاشل، خلصت. هيبدا يعمل ايه؟ عقله بدا، امهاتنا كده تقعد معاكي وتركز يا يا دكتوره ريت يا ريت تركزوا في الحته دي، مهمه جدا 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 مهمه. جدا. الكلام اللي انت بتقوليه لابنك، ابنك صفحه بيضه، ابنك صفحه بيضه من يوم ما بيتولد تبداي تكتبي عليه، تكتبي عليه كلام ايجابي او كلام سلبي. انت اللي بتقولي كل حاجه انت بتكتبيها هي ايه؟ مسجله عند ابنك. عشان كده لما نقول لك لو شفت ابنك هعرف انت ماشي حياتك ازاي، هعرف اسلوبك ازاي، لان الطفل بالظبط هو انعكاس للاب والام، فهو ورقه بيضاء. انت عارفه ان اصلا العقل اللاواعي ده اللي هو البنك ده بيفضل مع الطفل من، على فكره، من قبل ما يتولد. يعني الطفل حلو قوي. وهو جنين في بطن امه، اول ما ربنا سبحانه وتعالى بينفخ فيه الروح وهو بيبدا يسجل كل حاجه، بيسجل كل حاجه بتحصل حواليه وهو في بطن امه. عشان كده في ناس دلوقتي يقول لك لا وانت حامل بقى شغلي ميوزك، اعملي مديتيشن، اقري لابنك، هيحس بالكلام ده كله، ده كله بيتخزن جواه. على فكرة كلامك، بس أنا والله مش عايزة أقطع كلامك لأن كلامك رائع يا دكتورة هند جدا، لكن بجد الناس اللي بتبص اللي بيقول لهم اسمع موسيقى وانت اسمعي موسيقى وانت حامل، ده اسمعي كلام هبل. قرآن، اسمعي حاجات هادية، ما تتعرضيش لأي ضغوط ضغوط نفسية. ويمكن عارفة الأجداد الكبار في السن يقول لك ما تضايقيش نفسك عشان انت حامل، ما تزعليش بالظبط، عشان انت حامل. الكلام ده مش كلام يعني، مش مجرد كلام، ده الحاجات اللي حقائق، ده بتفهميني حقائق دلوقتي وممكن علميه. تفهميني عايزه للناس. اقول لك ان انت دلوقتي الفكره كلها ان انت ابنك بيتولد بعقله الواعي، سوري، بعقله اللاواعي. هو بيتولد بعقله اللاواعي، اوكي، زي ما احنا شايفين في الصوره، شايفه؟ بصي هو اللي جوه ده كله ده عقله اللاواعي من وهو لسه جنين. الطفل من هو لسه جنين في بطنك، هو الطفل ده محتاج ان انت تعبيه كله حاجات ايجابيه. فدلوقتي يجي الطفل اول وهو حتى ممكن لسه ما اتولدش، ومثلا عملوا له لا ده انا مش حابه، انا مثلا عرفت ان هو ولد، انا مش حابه انا يبقى عندي ولد، مش حابه يبقى عندي ولد، مش حابه يبقى عندي ولد. تخيلي الطفل ده لسه في بطنه وعمال يسجل جواه، ماما مش حابه ان انا اكون موجود، ماما مش حابه ان انا اكون سامعك موجود. انت متخيله هو اكتر سامعك؟ حاسه، غير اكتر ان هو حاسه سامعك، بتشتغل هو مخزن، وحاسس بقى ودي مخزن اكتر. بالمشاعر، ايوه مخزن المشاعر بتاعتك، مخزن كل كلامك. فتخيلي ان هو عمال يخزن ده كله. فهو بالظبط، هو ربنا بالظبط يكرمك على فتح النقطه دي لانها مهمه قوي يا دكتور. عايزه اقول تصوري لك كمان ان للام مثلا عندها اطفال بنات وتقول لك انا عايزه ولد، ولا بالظبط عندها اولاد انا وعايزه مش بنت. حابه البنات. اوكي، ركزي معانا جدا في الكلام ده يا ريت تركز في كده، ان ابنك افتكري دايما هو الصفحه من بيضه. الجنين. بالظبط، هو صفحه بيضه، هو من جنين وهو بتبداي تحطي عليه كل اللي انت عايزاه، كل اللي انت عايزاه. العقل اللي جواه ده انت بتبداي تمليه كل حاجه. اغلى ما نملك يا دكتوره هو نظام واعي للتفكير والسيطره على الحواس. الحقيقه برضو دي نقطه مهمه جدا، والتصرفات كمان باستخدام الذكاء. دي حقيقه، دي الفكره كلها. هنرجع نقول تاني لعقلك، عقلك اللاواعي، اداره عقل، يعني اداره عقل اللاواعي. ليه بقى؟ اللي هو كل قلتيها تاثير كتير يا حد. دكتوره هند، بصوا يعني انا بعيد الواعي واكرر تاني، اللاواعي. العقل اللاواعي يا جماعه مهم جدا، تاثيره على حياتك 99% من حياتك. عشان كده انا بقول للام ابنك بالظبط اللي انت هتقوله له هو اللي هيطلعه.
لو طول ما انت اذا نرجع تاني نقول المبدأ ابنك بالظبط، لو انت بدأتي تقولي له انت فاشل ايه اللي بيحصل؟ هيبدأ كل شويه عقله بيحب دايما المزيد. يعني ايه؟ يعني انت الحاجه اللي انت بتحطيها هو بتكبر. كلمة الفشل قعدت تتضخم تتضخم بالظبط، دي تتضخم حقيقه لحد فعلا، ما بقت فشل حقيقي. دي حقيقه فعلا. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ان هو بالظبط العقل ده زي التربه نحط فيها البذره، طيب حطيتي في البذره دي ان انت فاشل، ايه اللي حضرتك مش بيحصل؟ لوحدك، معاكي بقى في مؤسسات تانية بتساعدك لما طفلك بيكبر، منهم المدرسة، المعلم داخل المدرسة، منهم المدرب في الرياضة مثلا في النادي، طبعا منهم الجدات الأب والأم والأقارب. ده مش شبه ابنك الأولاني، لا ابنك الأولاني أهدى وابنك التاني شقي. عارفه حضرتك اللي فيها كل اسره مصريه يعني ابعاد كتير قوي بتدخل في التربيه، مش الام بس والاب بس. اوكي ده اللي طيب هنوجه بقى ليهم كلام عشان احنا بننمي العقل بص اللاواعي لابننا واطفالنا انا اقول لك على حاجه من اهو. الحاجات اللي بتاثر دي فعلا، من الحاجات اللي بتاثر على عقلك اللاواعي. اول حاجه الاب والام، دي احنا خلاص اتكلمنا فيهم. يا ريت تكلمي ابنك بشكل ايجابي، دايما ابداي اديله كلام ايجابي، انت كويس، انت شاطر، اوكي، انت برافو عليك، انت وعملتي كده دورك نجحت. يا دكتورة، لكن دي حقيقه، دخلتي على الأدوار اللي بعد ده كده. اول دور. تاني دور بيأثر فينا المدرسه، ودي ان احنا كلنا بنعاني منها حاليا يا جماعه. احنا اسمنا وزاره التربيه والتعليم، فالتربيه قبل التعليم. التربيه ان انا اربي طفل يعرف يفكر كويس، اربي طفل ناجح، اربي طفل بيعرف يتعامل ازاي مع عقله. دي حقيقه بجد. لكن انت دلوقتي انت بتجيب الطفل تقول له احشي معلومات، دخل واحد اتنين تلاته اربعه احفظ، اوكي، بعد كده تيجي طب فين التربيه؟ ولو اخطا في حاجه، لا طب ما في حاجه اسمها ذكاءات متعدده، يمكن الطفل ده مش هو الذكاء بتاعه هو الايه، ان انت تقول واحد اتنين تلاته. وكمان حاجات بالكوارث اللي احنا بنشوفها في يعني في فروق المدارس. فردية في الشكل الأكاديمي، طبعا في المواهب. طبعا اللي متفوق أكاديمي ما عندوش أي موهبة، أو عنده موهبة وما عندوش تفوق أكاديمي، مفيش مشكلة. يعني لازم حضرتك اقول لك قلتي على نقطة حاجه مهمة جدا يا دكتورة والله. بمنتهى البساطه خالص، يعني معلش، لعيبه الكوره كم واحد فيهم جايب مخلص جامعة، 99%؟ صح، مخلص جامعة مخلص أصلا جامعة، صح ولا مش صح؟ الناس اللي راحت احترفت بره لسه، ده وما لسه شاء الله يا دكتورة. صح. يعني في عندنا نماذج مشرفة مثلا جدا. عندنا مثلا نموذج مثلا زي رمضان صبحي، لسه مخرج ثانوية عامة وجاب تقريبا كام في المية؟ حاجة بسيطة جدا، حاجة ومش عارف حاجة يدخل دراسة معهد أو حاجة صح. بسيطة. فبس الفكرة بس كلها ان هو ناجح، لعيب شخص ناجح ناجح جدا في الرياضة، ونموذج ناجح مشرف ولا مش مشرف؟ كابتن عصام الحضري كابتن عصام ما أحسن شاء الله حارس مرمى جه مصر، معاه دبلوم صناعي أعتقد، بالظبط. طب تخيلي ورجل بقى، أسعد المصريين كتير جدا جدا جدا. بصي وخلينا كلنا نفرح، بصي ده يعني طول مجرد عمره انت طبعا. اول ما تفتكري عصام الحضري بتحسي ان في فرحه أما جت. حضرتك بتقولي كلمة عصام الحضري عقلك دي بيشتغل على حقيقي طول، إن فعلا، في عقلك نجاح لو حاصل بيشتغل على طول ان في نجاح، على في نجاح. بصي في نمو. يمكن خلينا نبص لعصام مش الحضري هنقول وفي نموذج علماء ناجحين، مش هنقول بالظبط. لا يا انا دكتور، بقول لك في طبعا علماء ناجحين، بس انا بقول لك لكن عصام يعني مثلا مصر عصام مش مثلا بس علماء، او اي وطن مش بالظبط، بس علماء يعني. ده اللي بقى في المدارس مش قادرين يفهموه. هي دي بقى، انا يعني احنا بننادي وبنناشد كل الناس موجودين على كل المسار المدرسين دي، شايفينك كل ونادرة. المدرسين، كل المديرين المدارس، وزير التعليم، اي حد مسؤول عن التعليم في مسؤول عن مصر، عملية يا التعليم جماعه احنا محتاجين هيتسأل قدام ربنا. نعلم بالظبط، محتاجين نعلم المدرسين ان انت ازاي تخاطب عقل الطالب اللي قدامك. ما ينفعش ان انت تدخل الفصل تقول لطالب انتوا فشله، انتوا مش خسر ناجحين، انت كده خسر، عملت ايه؟ شكرا، انت هتنقصوا كده درجات بالظبط هتنقصوا درجات. دي حقيقه. تخيلي بقى انت بتقول له كده، على النفس. يعني بجد لا ده ده بصي غير كده كمان بقى يقول لك خطك وحش. عيد تاني. بالظبط. يعني انا من الحاجات اللي احنا بنضحك فيها دايما اقول لك مثلا دي مدرسه بتاعه الماس مثلا او الحساب، الحساب الحساب تيجي تقول لك ايه، انت عامل حل صح بس خطك وحش فانت هتنقص درجه. طب هو حضرتك انا دلوقتي دي ده حساب، فواحد زائد واحد يساوي اتنين، انا عملت الاتنين، طب اديني الدرجه بتاعتك. يقول لك بتحاسبوا لا، الحساب دي عادي. حقيقه فعلا. فالفكره اسم كلها المادة مأثر احنا عليه. بنناشد كل الناس مسؤوله عن التربيه والتعليم، يا جماعه احنا محتاجين ندخل مواد عن ازاي المدرسين نفسهم محتاجين يتدربوا. في انا بصي اقول لك حاجه، انا نزلت مدارس كتير جدا، ايه شفت رأيك مدارس ندخل كتير، لايف كوتش في المدارس؟ والله يا دكتور دي ده بتبقى هتبقى حاجه حاجة، رائعه. يا والله ريت فتحت لنا الكلام يا دكتورة. بصي هند على فكره انه في مدارس خاصه، بعض بعض المدارس بتعمل المدارس كده الخاصة بره بتعمل مره مصر، يقعد في مع كتير مين جدا. بقى يا دكتور من وجهة نظرك؟ انا خلي هقول بالك لك يعني، بس بتقولي الكوتش بيقعد مع اول في حاجه المؤسسة التعليمية هيقعد مع مين؟ المدرسين، لان اقول لك بيبدا يظبط المدرسين. خلي بالك احنا كنا بنتكلم من لايف كوتش. اللايف كوتش عموما لما نيجي بصي نقول الولد قاعد سعيد ازاي في المدرسة؟ بصي بصي حضرتك مبسوط وهو قاعد في المدرسة، دي أحلى ليه أقصى بقى نجاح للعملية التعليمية الطفل يقعد بالشكل ده في المدرسة. بالظبط، ليه بقى هنا؟ لانه انت عملتي له اشباع لحاجه معينه عنده. بصي سعيدة وكله رافع بصي ايديه، كله خلي مبسوط بالك ازاي؟ كم مره مش الطفل، لابسين لبس مدرسة، خلي بالك دي حاجة من الحاجات برضو اللي انا عايزه بتحصل. اقول لك على حاجه،
مش كتير جدا تلاقي الطفل مبسوط في مبسوط جدا وشاطر جدا في الماده عشان المدرس بتاعها بيحبه، اساسي صح؟ اساسي، كل ليه امهات بقى؟ شايفاكي، كل او المدرسين شايفينك. عارفه ليه بقى؟ لان المدرس ده هو بيحبه، فبالنسبه له مثل اعلى. المدرس ده بالنسبه له حاجه كده اللي هو انا عايز ابقى زيك، انا عايز ابسطك، عايز ارضيك، انت دايما بتشجعني، بتحبني، فاوريدي بيعمل ايه؟ دايما عايز، لا انا عايز ادرس الماده الفلانيه بتاعت المدرس ده. لكن في بقى مدرسين ان احنا بنقول يا ريت نطهر التربيه والتعليم منهم، اللي هو دايما يدخل فصل انتوا فشله، مش هتنجحوا، انتوا ده عائق مش نافعين. قدام اي طالب او اي طبعا حد عايز يبدا يا دكتور. طبعا والحقيقه احنا خليني لسه اقول لك ان السن الصغير قولي ده، فكره انك تعطليه او تقفي قدام ابداعه من هو صغير، انسي بجد بشكل كبير جدا ان هو لما يكبر هيقدر يعمل حاجه دي حقيقة. بسبب عايز معلم صح. اتعامل معاه بشكل مش بصي سليم. تخيلي بقى دلوقتي يجي معلم كل شوية يقول له ايه، انت شخص فاشل، انتوا فاشل، انتوا مش هتنجحوا. احنا يعني كتير في ناس بنسمع الجمله دي، اكيد انتوا مش انت حضرتك هتنجحوا. وانت بتتكلمي بصي انت، افتكرتي دلوقتي ان ده بصي حصل عايزه اقول مره، دي حقيقي فعلا. بصي ونفسك تروحي تقولي له على فكره انت انا اللي في بسبب ده. بعض من الوقت كده كنت بنزل مدارس نشوف جوده التعليم بتاعتهم، اوكي؟ فالفكره كلها في ايه؟ ان يجي المدرس يدخل يقول لك انت انتوا فاشلين، كل ما يدخلوا ايه انتوا فاشلين اساسا، انتوا هتنجحوا. ده من اكتر الكلام اللي في المدارس. تخيل هو اللي بيحصل دلوقتي، انا عقلي لاواعي عمال يسمع كلمه انت فاشل، انت فاشل، انت فاشل، عمرك ما هتنجح، عمرك ما هتنجح. اوريدي انت رميت فيه بذره، بذر، احنا قلنا العقل لو عامل زي التربه تحط فيه البذر، انت رميت فيه بذره ان انا شخص فاشل، فاوريدي هيبدا يحصل ايه؟ هتكبر البذره وهكبر وانا بقول لنفسي اه ده انا شخص فاشل، ده حتى في المدرسه كان بيقولوا عليا ان انا فاشل، والمدرس كان بيقول عليا ان انا فاشل، تخيلي. خليني اقول لحضرتك ان احد المدارس يعني عامله شعار اسمه وي تيتش فور لايف، احنا بنعلم من اجل الحياه. الشعار ده يعني شعار رائع جدا، لكن حلوة جدا بيطبق في كام مدرسه من المدارس؟ خلينا نقول يعني، بالظبط. وهل يعني في صدق واحنا بنطبق ده ولا لا؟ يعني لو صدقنا ان هي بجد ان احنا نشتغل على ده، يعني دي بتهيألي تبقى اكتر حاجه ممكن تبقى ناجحه في الحياه، ممكن تخرجي جيل كامل فعلا ناجح، فعلا عايز يتعامل مع الحياه، مش بس خارج معلومات اكاديميه لكن خارج بمعارف الحياه. دي حقيقة. هبة انت عارفة ان احنا بنقول كلام حلو، هي دي بس المشكلة. تعالي بقى انزلي ارض الواقع، أيوة. انزلي شوفي المدارس، شوفي الامهات بتعاني ازاي، الامهات اللي هي بتهتم بتربيه ولادها، الامهات اللي بتهتم بتربيه ولادها بتعاني فعلا. تلاقي المدرس عماله تشجع ابنها زي ما احنا قلنا، بتشجعه وعماله تديله كلام ايجابي، كلام ايجابي، وهي وتقول له انت عملت الدور شاطر اللي عليها كويس وبتعمل قوي. دورك كويس قوي. تيجي بقى بعد كده تلاقي المدرس عمال يقول لا انت كذا وانت كذا وانت كذا، ومع او احيانا الصيغه او الجماعيه، عارفه حضرتك، بالظبط. هو مثلا لو حضرتك دخلوا معلم على مجموعه اطفال وقال لهم كلكم فشله، مين قال لك ان اولا في بالظبط اي طفل من اللي قاعد فاشل مبدئيا؟ وازاي حكمت ان كل الاطفال هتستقبل الكلمه دي بشكل واحد؟ في طفل ممكن يستقبلها عادي، عارفه حضرتك يعني، في بعض، وفي طفل تاني حساس جدا ومش والكلمه دي مش هتعدي عليه، فلازم عشان كده نفلتر بقولك كلامنا لازم كويس قوي. نعلم المدرسين ازاي يتعاملوا. عايزه ايوه اقول لك ان اصلا احنا عندنا مبدا من مبادئ البرمجه اللغويه العصبيه، نقول لك مفيش حاجه اسمها فشل، في اسمها خبرات. بقول لك الفاشل بس اللي بطل يحاول، كلامك رائع. مفيش حاجه اسمها بجد فشل. الفشل ده يعني انا دلوقتي لو وقعت وقمت تاني فانا ما فشلتش، بالعكس انا بحاول مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. ليه؟ عشان خاطر اوصل اللي انا عايزه، مفيش حاجه اسمها فشل. فانت ما تجيش تحكم على ابني، ما تديش نفس ابني صيغه كبيره، خلاص هو عارف دلوقتي ان هو فاشل، هو عارف انه فاشل. فاحنا بس كل اللي احنا بنطلبه من الناس ان هو دلوقتي يبدا يعمل ايه؟ ان هو يبدا يطبقه، ان على الاقل ماده تدريبيه للمدرسين. يعني احنا بنقول لوزير التربيه والتعليم، هو ما شاء الله وزير رائع وبدا ياخد خطوات فعلا انا اصلاح، فعلا دي والله حقيقه. بضم صوتي لصوتك جدا، ده هو قراراته كلها بتبين دي قد ايه حقيقه فعلا فعلا، والله العظيم بجد ان هو هو حد فعلا كويس. شخص ما شاء الله عليه، فعلا عارف ازاي يدير مؤسسه تعليميه. احنا بنطلب منه ان هو يخلي المدرسين حاسس اوريدي بالاطفال جدا. يبداوا يتعلموا، يتعمل لهم دورات تدريبيه في ازاي العقل بيفكر، ازاي الطفل بيتبرمج، ازاي نقدر نتعامل معاه بالشكل الصح. بس يا ريت الدورات التدريبيه تبقى على ارض الواقع وتتعمل، ما تبقاش كلام ما مكتوب في نبقاش فراول. اسمنا خدنا الدورة بتاعة بالظبط تنمية التعامل مع العقل اللاواعي، مثلا اسم حلو قوي جدا، لكن أنا مش فاهمة أتعامل إزاي. بجد احنا سعداء بيكي، وعلى فكرة يعني احنا برضو مع كلامنا ده بنقول إن في معلمين ناجحين جدا طبعا ومميزين، طبعا. وكلنا والله مرينا واحنا يعني، أنا عايزه اقول لك شخصيا حاجه، وحي حضرتك عايزه اقول مريت لك ان احنا بتجارب ناجحة بنحييهم، جدا. احنا بنحيي المدربين اللي بيعرف اللي بيربي الطفل وبيربي عقله قبل ما بيربيه، قبل ما بيعلمه. الله عليك. ويا بقى تاني دي لأنها حلوة قوي، حلوة اقول جدا. لك احنا اخيرا احنا بنحيي مين؟ احنا بنحييه بجد، بنحيي كل مدرس وكل اب وكل ام بيربوا ولادهم ويعلموهم ازاي يتربوا صح، وازاي عقلهم يتربى صح قبل ما بيعلموه. ربي ابنك وخليه يفكر صح الاول، خليه يفكر بشكل ايجابي، ما تطلعش ابنك دايما كل كلامه مع نفسه سلبي. لما احنا قلنا ان الاب والام ليهم دور والمدرسه ليها دور، بعد كده اصحابه ليهم دور، اوكي، بعد كده الطفل نفسه او الولد نفسه بيقعد يتكلم مع نفسه. عارفه انت الحوار الداخلي اللي بيحصل كتير جوانا، جدا يا دكتور. الحوار الداخلي ده بيجي بناء عليه، بناء على اللي انا بسمعه من بره، بسمع من بابايا ومامتي ايه، وبسمع من مدرسي ايه، وبسمع ايه. فاوريدي انا بقول لكل مدرس رجاءً
نرجو حضرتك ان انت البني ادم اللي جواك ده، انت برضو ده زي ما بيقول ده اه صفحه والله بيضاء، اه انت والله ارجوك اكتب عليها كلام كويس، ارجوك شجعه، التشجيع ده بيجيب نتائج هايله، ارجوك والله نمي قدراته. انا بقول لحضرتك، انا شخصيا في حياتي في معلمين فعلا بجد يعني بكلهم كل احترام، يمكن مراحل اولى جدا، لكن مثلا مش فكره الماده الاكاديميه وقتها، يعني كان بيتكلم على التربيه وعلى الاخلاق وعلى الصوت الواطي، على التعامل مع الحياه، قد ايه بجد الناس دي حضرتك لا يمكن تنسيها. شخصيا صح دكتوره هند هتلاقي في حياتك كده وانت بالظبط، بتتذكري في ايوه معلمين طبعا بجد طبعا، في مهمين ناس جدا في علموا في حياتك، حياتك، لما تفتكري تقولي تربيه وتعليم هتقولي اه الله الله يمسيه بالخير، باسمه المدرس ده، الكامل المدرس ده كان ومحترم بيربينا على كذا وكذا اه وكذا كتير وكذا، جدا اه المعلم ده كان بيربينا على كذا وكذا وكذا، عشان كده بقول لك في نماذج فعلا، وخلي بالك النموذج ده عمر ما حد بينساه، دايما اه بنفتكره، انا شخصيا عمري ما انساهم بس بجد، ده حقيقه وبكلمهم كل فعلا. ده ليه؟ لان كتير هو عارفه طبعا ربى فيكي حاجه، طبعا. في حاجه علمها لك اكتر من الحساب، اكتر من يعلمك واحد زائد واحد يساوي اتنين، كده كده كل هنتعلم معلم هيعلم حساب وعربي وعلوم بالظبط، وكل حاجه. بس المبادئ مش اي طيب حد بيعلمها. ده كلام مهم والله يا دكتوره هند، احنا بجد سعداء بالكلام معاكي، هنشوف مع حضراتكم حالا ماده عن اداره العقل في التعليم، نشوفها مع حضراتكم ونرجع مره تانيه. على فعله فحسب، فعندما تقول لنفسك لم تعد ذاكرتي كما كانت في السابق، أو لا يمكنني تذكر أي شيء اليوم، تكون قد بدأت بالفعل في تدريب عقلك على التصرف طبقا لتوقعاتك المتدنية، فالتوقعات المنخفضة تؤدي إلى نتائج منخفضة. لذلك أول قاعدة للعمل الخارق هي: عقلك يتنصت باستمرار على أفكارك، وما يسمعه هو ما يتعلمه، فإذا علمته التقيد بحدود معينة سيصير أداؤه قاصرا ومحدودا. الآن تخيل ما يحدث لو أنك فعلت العكس، ما الذي يحدث لو علمت عقلك أنه لا توجد أي قيود قادرة على كبت إمكاناته؟ برنامج العقل الخارق للحفاظ على قوة ذاكرتك. تحمس للحياة ولخوض تجاربها الثرية، تحل بشغف حقيقي لتعلم أمور جديدة، انتبه إلى كل ما ستحتاج تذكره في وقت لاحق، فأغلب زلات الذاكرة تعود إلى أخطاء في عملية التعلم والتقاط المعلومة. استرجع ذكرياتك القديمة باستمرار، واعتمد بشكل أقل على المذكرات والملاحظات المكتوبة. توقع دائما أن تظل ذاكرتك في أفضل حال، قاوم التوقعات السلبية المتعلقة بالذاكرة والتي يقر بها بعض الأشخاص الذين يرون فقدان الذاكرة أمرا طبيعيا وحتميا. لا تخف أو تستأ من الزلات العارضة لذاكرتك وتعطيها أكبر من حجمها. إذا لم تستطع تذكر معلومة ما على الفور، لا تسقطها بالكامل من ذاكرتك، اصبر وانتظر لبضع ثوان أخرى حتى يتمكن نظام استرجاع المعلومات في العقل من العمل. ركز على الأشياء أو الأشخاص الذين يربط عقلك بينهم وبين المعلومة الشاردة، وعلى الأرجح ستتمكن من تذكرها، فكل الذكريات ترتبط بأخرى أقدم منها، وهذه هي أهم قاعدة في التعلم. نوع الأنشطة الذهنية التي تمارسها، فحل الكلمة. ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولسه بنكمل لقائنا وحديثنا مع الدكتوره هند هشام، لايف كوتش ومدرب تنميه ذاتيه، ماده في الميه برضو رائعه جدا، دي حقيقة بتتكلم فعلا. على ازاي يا نفكر ريت صح. يعني بلاش الناس اللي مش قادرة تطلع بره البيت ومش قادرة تعرف تدرس، اليوتيوب مليان، مثلا اليوتيوب مليان يا جماعة، ابدأوا ادخلوا دوروا ازاي اعمل مع ابني، ازاي اتعامل مع عقله ابني، طب اعمل ازاي انمي التفكير الايجابي، حاجات مهمة جدا، ازاي حضرتك انمي قلت لنا يا التفكير ريت الايجابي نتكلم على التفكير الايجابي بالظبط. وتنميته عند الطفل، عايزة اقولك احنا ده بما ان احنا مهم قوي بنتكلم ده. على العقل اللاواعي، العقل اللاواعي بيشتغل برموز. يعني ايه بيشتغل برموز؟ نسأل بقى بيشتغل برموز يعني بيشتغل بالصور. كل مثلا يعني على سبيل المثال انا اقول لك على حاجه، خلينا نعلم الناس يعمل تمرين بسيط، تعالي في اوضه ابنك وحطي كل الحاجات الحلوه اللي هو بيحبها، اللي هو ايه مثلا، واكتبي له حاجات على ورق، في مثلا انا مثلا سي ابنك مثلا اسمه محمد، مثلا محمد طالب مجتهد، اكتبها له وعلقها له على البتاع. عارفه ايه اللي بيحصل؟ الطالب وهو رايح وهو جاي اوتوماتيك عقله اللاواعي بيبدا يلاحظ كل حاجه حواليه، فدي بتبدا تدخل جواه، بيبقى مبدا الله جواه. عليك يا دكتورة، وانتي بتدي افكار للناس اهو يعني عمليا. محمد ممكن ما يكونش اكتر واحد شاطر في المدرسة، ما يكونش اكتر واحد محصل درجات بالظبط. عالية، لكن هعمل معاه ايه بقى يا دكتورة؟ بصي انا يمكن بشبه كده عقلك بالظبط كانه زي الوعاء، فاوريدي فيه حاجات سلبيه بتتحط، فانت على سبيل المثال ابداي دايما
حطي فيه الحاجات ايجابيه عشان تكتري الايجابي. فانا بقول لك هقول لك تمرين بسيط خالص، ابداي حطي كده بعض الكلمات الايجابيه كرسومات ملونه وشكلها جميل على الحيطان عنده كده في الاوضه بتاعته، وهو رايح وهو جاي، وهو حتى يعني اول ما يدخل اوضته على طول عنده هيبدا يعمل ايه، هيبدا يستوعب هو كل الحاجات دي. دي اكتشف في حقيقه نفسه حاجة بالظبط. هو مش عارفها. اه هيبدا عقله يصدق كل الكلام ده كله. انت على فكره امال انت انت اه في محتاجه تقولي له ان انت كويس، بس على فكره انت مجرد لو كتبتيها ولزقتيها على الحيط انت كويس، عقله اوتوماتيك وعرف بس انك مش كده. على الحيط وانا في الحقيقة لا بقول لا له انت مش كويس، لازم لا لا تكتبي اه كل بالظبط حاجة بالظبط. دي بتتكامل مع حقيقه بعض. فعلا. كمان حاجه مهمه جدا، تعالي قبل ما ابنك ينام دايما. بصي احنا بنقول الاهم وقت في يومك هو ال5 دقايق قبل ما تنام. حلو قوي ده. لو تقدري تقعدي مع ابنك اخر 5 دقايق في اليوم قبل ما ينام، او الفتره اللي قبل ما ينام خالص فيها دي اخر 15 دقايق، ودايما في الوقت ده قولي له كلام ايجابي. ليه؟ احنا زي ما احنا قلنا في بنك اللي هو العقل، العقل بنك نعم. صح؟ فالعقل الواعي اللي بره هو قافل ما بيدخلش اي حاجه خالص، لكن في وقت قبل النوم ده العقل ده بيرتاح وينام، فاللي بيحصل العقل اللاواعي مفتوح، فانت ابداي دخلي فيه. فالفكره كلها اللي انا هقولها لك ان انت تعالي قبل ما ينام ابداي قولي له كلام ايجابي، انت شاطر، انت مميز، انت متميز في كذا، قولي له حاجات حقيقيه فيه. ودايما شوفي الحاجات الصغيره اللي عنده اللي هي حلوه وكبريها، انت طفل متميز، انت عنده حاجات شاطر. حلوة، ابنك عنده بالظبط، حاجات حلوة. كل طفل عنده الحلو، خلي بلاش بالك. ابنك ينام وبعد ما ينام تقعدي تلومي نفسك طول اليوم انك انت زعلتيه، هو بالظبط، مش هيشعر بده تماما. يا ريت خلي تقولي بالك على كل حاجه حاجة كمان. نفسك تقولها له وهو صاحي وشايفك. بالظبط، عايزه اقول لك انت عارفه ان انت لو قاعده جنب ابنك وبتتكلمي هو بتاثر بالكلام اللي انت بتقوليه ايه الدنيا ده؟ يعني، وهو نايم اوتوماتيك، وهو نايم مين اللي نايم؟ العقل الواعي. فلكن البنك مفتوح وهو نايم، خلي بالك. طب انا اقول لك على حاجه، احنا ككبار لو انت مثلا نايمه وفي تلفزيون فاتح جنبك اوقات بتحلمي بالحاجات اللي بتتقال في التلفزيون صح؟ ليه بقى؟ لان اوتوماتيك العقل الواعي شغال. فاحنا بنعمل ده كمان مع الاطفال، يعني بنعمل ايه؟ لو هو طفل نايم وانت ما لحقتيهوش قبل ما ينام مثلا، تعالي وانت بتحطيه مثلا او بتعديلي او جنبه قولي له كام كلمه ايجابيه كده، طبطبي عليه قولي له كام كلمه ايجابيه، ده هيتخزن جواه خلي طبعا بالك. طبعا. فدي من الحاجات البسيطه جدا جدا، هتكلم في 2 3 دقايق. انت اه انت مشغوله وعندك حاجاتك وعندك كل حاجه، بس اتكلمي في 5 دقايق بس عشان تربي عقله، عشان تربي دماغه، عشان تعليمه تفكر صح. عارفه حضرتك قلتي كمان حاجه مهمه جدا، تكوني جنبه وقت النوم وبتحكي له، مش مع المربيه، مش مع ماما، مع ان ماما بالنسبه لك طبعا حاجه كبيره جدا وجودة الطفل، لكن وقت الطفل مع الام ده برضو حاجه مهمه قوي يا دكتوره. كويس ان حضرتك فتحتي الحته دي، اكتر حد هيدي للابن او للطفل القيم الايجابيه عن نفسه واللي عارفه كويس قوي 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 هو الام. انت عارفة اصلا ان الطفل محتاج يحس بالامان والحب عشان يعرف يفكر؟ يعني عايزة اقولك على حاجة، لازم نقول دي صحيح اي صحيح. ام محتاجة تشبع الحاجات الاساسية عند الطفل. الحاجات الاساسية اللي اول حاجة فيها خالص حاجة الحب، الحاجات الحاجة الحب حاجة للامان. فهي دي الفكرة كلها، ان انا بقول لكل ام ابنك محتاج ان هو يشبع من حبك، محتاج يشبع من حنانك. فاوريدي اه انت بتسيبي ابنك مع المربية بس اوكي مش كل الوقت. يعني انا مره شفت بوست كده على الفيسبوك بيقول لك ايه، آه واحد بيقول مامته انت ما لو عندك خاتم يا ماما ثمين قوي وغالي هسيبيه مع الشغاله بتاعتك ولا هتشيله؟ قالت لا هشيله. فقال لها امال بتشيليني ليه؟ بتسيبيني ليه؟ كفايه انك ان طفل يقول الكلمه دي يا انت دكتور، عارفه يعني ايه طفل قد يقول ايه الكلمه طفل ده؟ يقارن بين نفسه وبين خاتم. بالظبط، بتقول له لا انا لو عندي خاتم هاخده. طب إيه؟ طب وانا انا فين؟ فالناس اللي بتسيب انا انت لو انت ظروف شغل بتسيب ابنك مثلا 5 ساعات في اليوم اوكي انا ما عنديش مشاكل، بس تعالي في الوقت الباقي، تعالي في الوقت المهم، تعالي قبل. لازم لازم يعني في واحده بس تيجي تقول لي ابني مثلا كذا كذا عدواني، فاقول لها طب تعالي هو انت بتحضني ابنك قد ايه؟ تقول لي ده هو اللي بيجي يحضني. قولي ماما احضنيني. انت عارفه ان دي كارثه في التربيه؟ عارفه كلامك يعني ايه مهم يا ابنك هو دكتورة، اللي يجي يقول لك احضنيني؟ يطلب يعني هو منك ما انك عندوش تحضنيه. اشباع، انت محتاجه ان انت تحضنيه مره واثنين وثلاثه. بقول لك عشان تبقى صحيه نفسيا محتاجه من 12 ل 14 حضن يوميا. حقيقي على حقيقي انا فكره معاكم كمان بجد. انت لما بتحضني ابنك انت بس مش بتدي له هو الحنان، انت بتاخدي الحنان، تاخدي الاشباع. فهي دي الفكره كلها، ان ابنك محتاج ربيه صح، ربيه صح بان انت دايما قولي له كلام ايجابي، ادي له الحب، اشبعيه من الحب والحنان. لان انت لو اشبعتيه من الحب والحنان الطفل هيبدا ينمي قدراته خلاص. هو الفكره كلها انا دلوقتي لو جعان هفكر في الاكل ولا هفكر ان انا ابقى اطور نفسي؟ في الاكل صح. طبعا يا دكتور فاوريدي طبعا. اشبعي بقى الحاجات الاساسيه دي اللي هي الحاجه للحب، حاجه للاهتمام، الحاجات دي بعد كده هيبدا هو من نفسه. تأثيرها كلام حضرتك مهم دي برضه حقيقه دكتورة هند جدا، انه الطفل اللي حياته ايجابية واللي بيسمع كلام ايجابي
هينعكس ده على مختلف حياته كلها تماما. بشكل عام. دي حقيقة، معظم الدراسات بتقول لك، يعني في دراسات كتير جدا على القصة دي، ودراسات يعني تتبعية، تتبع الطفل من وقت ميلادهم لحد ما كبروا، ولكن اكتر الناس اللي كانت ناجحة في حياتها واللي كانت بتعدي كل العقبات هي الناس اللي كانت طول عمرها متعرضة دايما لكلام ايجابي من الاب والام. فخلي بالكم كويس جدا يا جماعة، الكلمة دي يا دكتورة مهم. كلمة سلاح مهم جدا بصي طبعا مع تقييمك كمان هي بالذات. يمكن احنا بنشوف حاجات بسيطة، يعني انا لما اقول لابني انت كويس انت شاطر ده هيفرق، صدقيني هيفرق، هيفرق في ناس جامد تقول لك جدا. ما انا عارفة مش هيفرق. في ناس تقول لك يعني هي جت من الكلمه دي، ده هي ما جاتش على كلمة. بالظبط كده. حاجه مهمه جدا، بلاش تقولي كلام سلبي قدامه او جنبه او هو نايم. لو بلاش انتي اكلم ماما واقول لها كل كل المشاكل بالظبط عن ابني بلاش. ليل ونهار. دي بقى من الكوارث. يمكن كمان ان تيجي الام بتيجي تعمل ايه؟ الام بتيجي تحكي مثلا عن حاجه وحشه بالنسبه للطفل، رجاء ما تحكيش عن الطفل حاجه وحشه قدام اي حد، خليكي احترمي إيجابية خصوصياته، وكلامك إيجابي احترمي كله خصوصاته. هتبقى احترمي خصوصياته. اخر حاجه اقول لك بس في النهايه، يمكن عشان احنا خلاص انا معانا وقت، للأسف خلصنا خلاص الدكتورة احنا هند خلصنا. معلش. انا بس هقول للام المدرس، رجاء يا جماعه اهتموا بتربيه الطفل، اهتموا بتربيه عقله. ابنك زي الصفحه البيضاء، اكتب عليها كل الكلام الايجابي عشان لما يطلع ما تتعبيش، ما تتعبيش في المراهقه، ما تتعبيش لما يكبر، هتلاقي مردود ده كتير. دي نصيحتي ليهم يعني في النهايه. تمام، احنا بجد بنشكرك جدا دكتوره هند دهشان، لايف كوتش ومدرب تنميه ذاتيه، بجد استمتعنا بيكي جدا واستمتعنا ميرسي، بكل انا سعيد ايجابيه، معاكي يمكن يا احنا دكتوره، والله ربنا خدنا منك يخليكي، طاقه ايجابيه كبيره جدا النهارده. ربنا شكرا يخليكي جدا ميرسي بالتوفيق جدا. دايما، وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وتبسيط العلوم. سيلي